آلة موسيقية وترية تعتبر من الآلات البارزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد، أغنى الآلات الموسيقية أنغاما وأطربها صوتا، إذ تغطي مقامات الموسيقى العربية كافة. صحيح، آلة القانون طبعا مشاهدينا، الآلة اللي بنستمتع بيها في التخت الشرقي هي بتلقب بأنها ربما تكون دستور الآلات الموسيقية كلها الباقية. معانا عازفة القانون المصرية آية حلمي. صباح الخير يا آية. صباح الخير، عاملة إيه؟ الحمد لله. أهلا آية، صباح الخير. طبعا مبسوطين إن أنت معانا، وبالأخص يمكن آلة القانون قليل من النساء يمكن يعزفون عليها. صحيح؟ في مصر يعني عامة. اشمعنى يعني هي أصعبها؟ هي أصعبها، ولما حد بيجي يتعلم آلة موسيقية بيبدأها وهو طفل مثلا، فمفيش طفل القانون بالنسبة له بيبقى أتراكتيف قوي، إنه آلة كبيرة أصلا على طفل، أوترها كتير، هو مش عارف إن هي 7 نغمات وإحنا بنحاول وكده في كل وتر، بس هي اللي باين قدامه إن الأوتار كتير، فأنا ليه؟ طب ما أنا أروح مثلا إكسليفون، ولا أروح بيانو، ولا أروح أي حاجة خفيفة دي اللي إحنا بنشوفها كلها في المدرسة يعني. بس فده ليه قصه بقى مع والدي وكده. ما احنا هنعرف دلوقتي، انت من عائله موسيقيه اصلا، من عائله فنيه. سريعا لو تقول لنا ازاي بدا حبك للقانون تحديدا. طبعا هو انا علاقتي مرتبطه جدا ببابايا رحمه الله عليه، يعني هو اصلا فنان، وهو رشح لي ده وانا صغيره كده، يعني بعد ما علمني مثلا الالات الخفيفه زي الاكسليفون والبيانو والمندولين والالات الصغيره دي، بدأ بقى يدخل عليا القانون، طب جربي، طب نجيب حاجة، طب مش عارفة ايه كده، خلاص بقى حطه قدامي، بدأ يحفظني حاجة، فأنا بعمل ده إرضاءً ليه بس يعني. فحبيته لوحدي بقى، بس مؤخراً بقى يعني بدأت أحبه أكتر، يعني زمان ما كنتش بحبه يعني، كنت بعزف بس إرضاءً لبابا أو كده، بس بعد كده بقى دلوقتي بدأت أحبه بقى عشان خلاص. أسرتي تداروا بي، هي آلة جميلة بصراحة. أسرتي تداروا بي أطفال، والدرسين يمكن في المعهد، رح نعرف هذه التفاصيل، بس ممكن خلينا نسمع شوي. على مهلك. الله قوي. جميل. هو كل يعني في منهم بيبقى 3 مع بعض، وفي منهم بيبقى 1 بس، صح؟ ولا انا شايفه غلط؟ هم ثلاثات. ثلاثات بالظبط. والقرارات تحت بتبقى اثنينات، القرارات دي اللي هي صوت الغليظ. يعني صوت الغليظ وصوت الحاد. الصوت الغليظ ده بيبقى اثنينات ساعات، عشان بيبقى الوتر سميك، فهو مش محتاج اكتر من وترين. الوتر الحاد بيبقى محتاج 3 اوتار بس، ستيل هم الثلاثه نفس التون. لا هي ما جبتي ناحيه الصح. ده الوتر، ده بقى الوتر الايه الغليظ اللي صوته جهوري كده. ده مقابله كده من الاغلظ للحاد. ايه اللي يعني يخلي القانون يختلف عن باقي الالات الوتريه؟ خلينا نتحدث يمكن على سبيل المثال العود، يختلف يعني؟ يختلف. طبعا هو مدي يدي مساحه، هو آلة شرقيه طبعا، زي العود برضو آلة شرقيه، بس ده يعني مدي مساحه اكتر في الالحان وفي التقسيم وفي الحاجات دي، وفي النغمات. طريقه عزفه مختلفه، فالتكنيك بتاع العزف بتاعه بيديك مساحه اكتر، تتسلطن اكتر، تسمع اكتر، فمدي طابع لحني لوحده يعني. بالظبط. مش كل الالات ينفع معاها عزف منفرد، صح؟ القانون ينفع، انما مش كله ينفع. ينفع زي ما انا عملت كده انت، يعني ممكن بالزبط. انا اوصل لك مثلا اللحن باحساس وخلاص، واخد وقتي في اللعب.
ما انا قصدي اخواته بقى اللي في التخت الشرقي، مش كله لا لا اخواته مش كلهم ينفعوا عصف ونفرد صح؟ مش كله يعني، مش كله هتستلذي وانت بتسمعي او كده بالزبط. بالنسبه للمستمع العادي يعني، انما اي فنان بيبقى فاهم طبعا تقنيات الاله او كده. طيب آية، انت يمكن مثل ما ذكرتي بديتيها كهوايه يعني، بعدين طورتيها ودرستي الموسيقى يعني. بعرف هواي ناس يمكن يعزفون وما يعرفوا النوتة، مجرد على السماع. تضيف لك الدراسة الأكاديمية أنت كموسيقية الآن؟ ضافت طبعا. أنا أصلا يعني لحد من 4 سنين فاتوا أنا كنت بالسمع بس، موهبة مش نوتة أو كده، دي هو يعني موهبة وتنمت بقى وخلاص. بعد كده بقى قررت ان بقى ان انا ادخل كليه تربيه موسيقيه وانمي الموضوع ده بدراسه اكاديميه اكتر، علشان خلاص اتوسع في الموضوع واشوف بقى يعني هعمل ايه في الكارير بتاعي وكده. بس طبعا الدراسه الاكاديميه بتفرق، بتضيف لو الموضوع فيه موهبه. طبعا انما لو من طبعًا. غير موهبه هيبقى الموضوع عادي زي يعني بتثقل الموهبه يعني اكتر. بالظبط. طب خلينا نسمع حاجه. سمعينا ايه مثلا؟ اغنيه اسمعك يعني ام كلثوم يعني، اسمعك نسمع علينا الهوا مثلا. ماشي. اوكي. او عمر خيرت عم. يا سلام. ماشي عمر خيرت. اوكي. مش عايزين نتكلم. الله عليك يا شيخة. انا شايفاكي طول ما انت بتعزفي في حاجات عماله تتحرك لسان كلع ولسان. دي ايه دي اللي ده اللي انا بعزف بيه ولا اللي بتحرك لا اللسان الحاجات اللي اللسان والمصطلحات الجميله انت قولي للناس. اقول لك دي اسمها عرب. ايوه عرب كده. دي عرب بالقانون طبعا. الوتر طبعا تون واحده، 3 اوتار زي ما اتفقنا. دي بتدي تون واحده، نغمه من غير اي عرب بتدي نغمه. حطينا عربه يعني ايه ده، قصرنا طول الوتر يعني ايه ده، طول الوتر عندنا طول الوتر فيتغير فيدي تون، نقصره اكتر يدي تون تاني، نقصره اكتر يدي تون تاني. فهو عندي كده مثلا ادي تون، غير التون غير التون، بيعلى بيروح للاحاد. وهي تجهزيها قبل ما تعزفي ولا انت بالعزف ممكن؟ لا خلاص بقى انت حافظه كل ده طبعا يعني. هم يعني 7 نغمات بتوع السلم اللي احنا عارفينهم اصلا، هم دوري مي فا صول لا سي. وبعيدهم بس بايه ليها بقى نغمات تانية. اوكي. دو بي مول، فا دييز، الحاجات دي يعني. توسع موضوع اكاديمي في الورش. في الورش اللي انت بتعلمي. طبعا بفهمه بس بطرق مبسطه اكتر من كده يعني. حبوا القانون الاطفال يعني، اطفال حبوا القانون. انا بقى يعني بحاول احببهم يعني، انا بصرف فلوس كتير قوي في سويتس وكويزات وحاجات من دي. انت جميله يا ايه، وعزفك جميل وقالتك جميله ورائع يعني، وما تشبعش منه بصراحه. فعلا هو بيتكلم بيغني يعني، مش بس بيطلع موسيقى يعني. مش خديه اتفضلي والله. ميرسي. استنينا بره. شكرا يا آية. آية حلمي طبعا كانت معانا، العازفه عازفه القانون طبعا المصريه الشابه الجميله. شكرا لك يا آية. شكرا يا آية. شكرا شكرا شكرا.